عندما تتفوق الإرادة والعزيمة يكون الإنجاز، حيث شهدت محافظة الوادي الجديد حصول الطالب محمد مصطفى بالصف الثالث الثانوي ومن أصحاب الهمم على الحزام الأصفر في لعبة الإيكودو، تلك اللعبة التي يشرف عليها الاتحاد المصري للكاراتيه والسومو والجودو. من الوادي الجديد تفاصيل أوفى حول هذه الموهبة مع زميلين خالد عز الدين ومحمد حسين. النجاح يولد من الإصرار والعزيمة، ويتحقق الإنجاز إذا أخلص الإنسان في عمله وأداءه بإتقان. تلك هي قصة اللاعب محمد مصطفى ابن الوادي الجديد الذي حصل على الحزام الأصفر في لعبة الأيكيدو. رغم أنه من أصحاب الهمم فقد بصره، ولكن لم يفقد البصيرة. محمد مصطفى نموذج للعطاء ونموذج للعمل بإخلاص، وهو يحلم أن يكون بطل للعالم في لعبة الأيكيدو. حصلت على الحزام الأصفر في الأيكيدو، وبقيت مؤهل بإذن الله أن أنا أحصل. يعني هو إحنا عندنا درجات، لو فزت بامتياز مثلا، لو حصلت على الحزام ده بامتياز، ممكن تاخد يعني تاخد حزامين قدام، بدل ما تبقى مؤهل أنك تلعب الحزام اللي بعديه، ممكن تلعب تبقى مؤهل أنك تتدرب على الحزامين اللي بعديه وتروح تختبر الحزامين دول، بدل ما تطلع حزام حزام. وأنا الحمد لله بقيت مؤهل أن أنا أحصل على على حزامين قدام، يعني بعد الأصفر برتقاني وأخضر كمان. كان فاضل شهرين على ميعاد البطوله او ميعاد الاختبار، والحمد لله رب العالمين دخل الاختبار وحصل. دلوقتي محمد مصطفى حاصل على الحزام الاصفر ايكيدو، ما شاء الله محمد حاصل على بطوله في الحزام الاصفر. محمد ما شاء الله يبقى حلقه وصل لزمايله اللي زيه، بيشجعهم جدا ان شاء الله. لعبه الايكيدو بالنسبه لمحمد مناسبه جدا جدا، لان هي بتبقى فترتها في الاول عباره عن متفق عليه لمده 3 احزمه، اللي هم لمده 9 شهور. بعد كده بيخش حاجه اسمها جوازه. الجوازه دي بعد ما بيتعود ويستوعب الحركات بينزلها حر. يعني محمد ان شاء الله باذن الله مش هيبقى فيه متفق عليه خلاص، هو خزن عنده حركات وهيبدا الخصم يضرب حركه غير متفق عليها ويبدا يشتغل، وان شاء الله باذن الله هيكون بطل العالم باذن الله من نفس ذوي القدرات الخاصه. احيانا ربنا بيدي الايه، يدي المنحه تبقى اول، وقال ذلك قال لك من ايه تولد الايه، المنح من المحن. فقدرنا ان احنا نطلع محمد ان احنا ديت بفضل ربنا سبحانه وتعالى. جه كابتن احمد محرم، بصراحه كان بدا معاه محمد، كان بيحفظ قران، فواصل معاه كابتن احمد محرم ربنا يبارك فيه في القران، فهو بيشغل معاه في القران. قال والله يا محمد طب ايه رايك انت تمارس الرياضه اللي هي رياضه الايكيدو، بحيث ان هي لعبه في المقام الاول هي لعبه دفاعيه، مش دفاع عن النفس. قدر بصراحه يعني مشكورا كابتن احمد محرم انه برضك يساعدنا ان احنا نخرج محمد من العزله، ويقدر يطلع يتجاوز حدود البيت، يطلع يبقى يعني يمشي مع اقرانه اللي زيه، تمام، بل يتفوق عليه. احنا نشكر اللي هو محمود نصار رئيس الجهاز المركزي، واللي هو هشام محمد عبد السلام رئيس جهاز التامين الصحاري، وبشمهندس عصام محمد عبد العال مدير النادي، ووفروا لنا المكان ووفروا لنا المواصلات ويدعمونا دعم حلو خالص. الشباب تطلع يعني الصاله دي ظبطوها لنا خالص، انوار، دهانات، جابوا لنا بساط، مدعمينا دعمونا في المكان، وبيدعمونا برضه في السفريات في البطولات، وبيدعمونا في حاجات كتير يعني. من الوادي الجديد خالد عز الدين لقناة طيبة.